السلام عليكم. موعد مباراة تومو النهائي كأس العالم للفوتسال 2024 هي على الشكل التالي: مباراة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، البرازيل ضد كوستاريكا في الساعة 1:30 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:30 زوالا بتوقيت مصر والسعودية، هولندا ضد أوكرانيا في الساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. مباراة يوم الأربعاء 25 سبتمبر، إسبانيا ضد فنزويلا في الساعة 1:30 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:30 زوالا بتوقيت مصر والسعودية. باراغواي ضد أفغانستان في الساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. مباراة يوم الخميس 26 سبتمبر، المغرب ضد إيران في الساعة 1:30 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:30 زوالا بتوقيت مصر والسعودية. البرتغال ضد كازاخستان في الساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. مباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر، تايلاند ضد فرنسا في الساعة 1:30 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 3:30 زوالا بتوقيت مصر والسعودية. الأرجنتين ضد كرواتيا في الساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. إن شاء الله.